ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم، اهو يا معلم، يلا. هو ده يا معلم، يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اخوك كبير اهو، اخوك كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس، اهو يا معلم، يا بارك انت عكي يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم، يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن، ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر؟ الواحد حظه ماشي والكوميدا حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتلعب من كومك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود، ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود، انت هتعمل ايه؟ مش انت اللي في وشك ليه؟ انت نصاب. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف، شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهو، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد، العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش أي حاجة كده. إيه؟ ميسر؟ يا أخي العبوا، العبوا استيميشن مثلاً. استيميشن؟ تحس تقول لي شيخ حسن إن أنت بتعرف تلعب استيميشن؟ أعرف ألعب استيميشن، ده أيام ما كنت في السجن، ما تفكرنيش يا حسام. إيه؟ يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا لما بتشيع عشان ألعبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل انت راجل هلال. العب يا اخي بقى، العب 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 يلا العب وريني. قول لي كويس عليك. ماشي حبيبي، لم نفسك. انت هتقعد تقطعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقاله نص ساعه. ابعتوا لي اي حد، شوف لي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعه ابعتوا لي اي حد عايز انزل اشم شويه هوا، حرام عليكم بقى. بلاش خوت، خليك معايا، شكله جه. ناس تسع وواحد يقعد جنب الشرطه يخدمكم بقى ان شاء الله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه يا حسام؟ ابراهيم يا عبد الجليل، الحقوني يا جدعان، الحقوني. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، إن هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان أهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها؟ ونقعد بقى إيه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. ده الدرجة دي بتحب الهدوء؟ أنا بعشق الهدوء، خصوصا لما يكون مع حد بحبه.
بتطلب الشرطة، بتطلب الشرطة بسرعة. يا حضر الضابط، انا ناجي عطله دبلوماسي سابق، ودي الدكتوره كاميليا خطيبتي ومن الامم المتحده. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم احنا ناس لينا وضعنا، انا مش فاهمه انتوا بتحققوا معانا ليه، احنا ضحايا. استاذ ناجي ارجوك ما تعصب، هي اجراءات بتعرفها حضرتك منيح. طيب عرفنا ان الدكتوره كاميليا اجت على الشام لتحضر الندوه بالسفاره، بقدر اعرف حضرتك شو عم تساوي هون بسوريا؟ انا نعم انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا شافونا ابو القاسم ولا شافونا ابو حسين ولا شافونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلين ابو علاء، كيفك؟ ايه يا ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس عليها النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو القصه ابو علاء؟ أبو القاسم، نحن ما واجهنا أي اتهام لا إله ولا حتى للجماعة، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار. يا أبو علاء، الأستاذ ناجي عطا الله من أهم رجال البزنس بالوطن العربي كله، من المقاومة